روى الطبراني بإسناده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. ولو قال قائل لماذا لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام هنا، لم يقل لا تستغيث بي، وإنما قال لا يستغاث بي على صيغة الخبر، ليس هناك نهي، فنقول إن هذا النفي الوارد في هذا الحديث يراد منه النهي، وذلك لأن النهي إذا جاء في صورة الخبر يكون أبلغ في الزجر، كأنه أمر قد فرغ منه وانتهي منه، فلا يستغاث إلا بالله.